ما فسرنا القانون شي يقول الديوان اليوم كيبدا في عملية هذية فما مهرب وفما مطاردة. أيه؟ المطاردة بالنسبة للديوان كيفاش تصير؟ خليني نحكي لك ساعة على مباشرة على الفصل. أيه؟ 54 مجلة الديوانة وبسرعة باش نحكي شوية على بسرعة التسفيرة. اللي هو يقولك لأعوان الديوان الحق في حمل السلاح لممارسة وظائفهم علاوة على حالة الدفاع الشرعي فإنه يمكنهم استعمال السلاح في الحالات التالية. أيوة هذه الفصل 54. أيه؟ إذا تعرضوا إلى تعنيف أو إلى اعتداء بدني وإلى تهديد من قبل أشخاص مسلحين. اثنين إذا لم يتمكنوا من توقيف العربات والمراكب أو غيرها من وسائل النقل بطريقة أخرى في حالة عدم امتثال سائقيها للأمر بالوقوف. الأخرى إذا لم يتمكنوا بطريقة أخرى من منع مرور مجموعة من الأشخاص لم يمتثلوا الأوامر التي وجهت إليهم بالوقوف. يعني هما فما الفصل 54 يظهر لي واضح ما يستحقش باش نفسروه، لكن المسألة هذه سماح هي قيد التحقيق. مادام فما تحقيق، مادام لا يمكن الجزم بوضعيات شكون قتل وشكون كذا، فما إشارات أنا راهم اللي لازمهم واحد يحطهم في اعتباره وقت اللي يجي يتكلم على المسألة هذه. أولا أعوان الديوانة هذم راهو ما استعملش السلاح في حومته ولا في قهوة تعارك وحد خرج سلاح وضرب واحد. اثنين هل تتصورين سيدتي الكريمة أنه هو كان في نيته أنه يحب يقتل وقت اللي هو خرج يمارس في مهمته؟ هذا عون ديوانة البلار الكرتوش في بلار الكهرباء. سامحني احنا توا متدربين ولا ما همش متدربين؟ زيد احمد يا سامحني انت طالبه باش تكون عندك قناصه. شوف انا توا بحذايا خبير امني نتكلم تحت انا توا وضعيات ملفات وكذا، راهو كي تحكي لي على التدريب وعلى انا نعرف حاجات زايد باش نقولوهم توا، لكن على ما عندكش قناصه راهو انت في تونس باش يجي يخدم. لكن كي تجي تشوف انه الضرب في الهواء وفي العجلات ما عندوش نيه كونه يوجه الواحد يقتل الشخص هذاك اللي موجود في الكهرباء. انا تو قلت لك راهو هذا موضوع فيه تحقيق، ما نعرفش انا ولا حتى واحد فينا موجود تو يعرف شنو اللي صار. اما فما ظواهر وقت تقول لي في الهواء ما قصدوش باش يضربوا. اثنين تو راهو انت اليوم ولا فما مشكل اللي ماشي يخدم على روحه حرس شرطة ديوانة يجي يلقى روحه هو يا متهم بتهمة التعذيب لأنك جيت الدولة تحتكر العنف. أنا السيد هذا ما حبش يخرج، إيش نعمل له؟ باش نسلم عليه؟ بطبيعة الحال سأستعمل العنف باش ناخذك المسروق، باش ناخذ المحجوز. هذه كرهبة وقولي دي معناتها شخص فقير مع كامل احترامنا ليه. لا سامحني كرهبة وفيها معناها مواد سامحني أستاذ بقص عليك فكني. اليوم ثم ظاهرة تكاد تحدث كل أسبوع، تعرف شنية ولا أستاذ؟ يجيوك في المعتمديات الداخليه يصدموا عليك عرش كامل نتاع الكهرباء يفكوها من الامن. معقول هذا؟ وثم هذا معقول ويحتجزوا في كهرباء امني؟ انا شنو اللي نطالب به تو؟ ريت 10 سنين قعدنا نجغجغوا في كلام فارغ، ريت شي في كلام فارغ. انت حتى في استعمال السلاح نحكي حتى على الامن، دقيقه برك سامح ونفوتوا. ريت هيك التدرج ماذا بيا واحد يحضر معي ويطبقوا معي. ما يطبقش في الواقع. سي خليفه انا اعتقد انت تعرف حكايه واحد مهدد بالقتل، واحد مهدد بالقتل في مركز وهو يقول له تدرج معاه اليوم في القضايا الكبيره. سامحني مش قص عليك في هذه برك. في القضايا الكبيره اللي مخذيه حيز اعلامي كبير فما ناس استعملت سلاح، يقول لك انا وقتاش اخر مره تدربت على السلاح؟ من غير ما ندخل تو في تفاصيل تاع ملفات خاصه، تلقاه مثلا عنده 8-9 سنين ما عملش تدريب، وكان انا غلط صلحوا لي، انت ربما ادرى مني في الحكايه هذه، معناها تو تجي تحب يستعمل سلاح وطريقه استعمال السلاح وفي وقت سلاح. معناها طريقه معينه ويزم يقف منه ويعمل هكا ويتبع، راهو شوف راه زاد ما نحملوش العباد اكثر من ما يتحملون. اليوم زاد ولينا سامحني كلمه واحده، سامحني سامح، راهو احنا تو نلقى هجومات في الفيسبوك وكذا وبيه وعليه والديوانه، ساعة فما ديواني قاعدين يهجموا فيك. لا ديواني يسالش ما يسالش، ديواني اللي تضر هذاك عنده ربما عائله وعنده وصغار وعنده كذا، مش هيخدم على روحه الراجل، مش يقتل هو. الحكايه وما فيها، الحكايه وما فيها، الحكايه وما فيها. اليوم ثم مهربين ولاو واقوى من الدوله. انت يا باش تستعمل وسائل اخرى باش تردع والا باش نسيبوا الماء على البطيخ. بالله اعطيني جمله سامحني. يعني. شوف عندنا راهو مشكله تو، يجي يقول لك كل امني ولا كل ديواني ولا حرس شرطه يقول لك فهموني حاجه، يا نمشي نخدم يا فك علي يا خويا هاني قاعد انا وخدت عندي عائله في جرته. عندي عائله يا خويا شكون باش ينفعني نلقى روحي وغدهم وحال على التحقيق، وانا ريت برشا عباد ونمت برشا عباد، يقول لك انا مشيت نخدم على روحي، مشى يا خويا عمل ديسونت هو يلوج على مسروق وكذا، يصبح السيد شاكي بيه يقول راهو هز لي فلوس من الدار. يصبح يبحث يا اخي شنو هذا الكل.